بيوت محترقة وشوارع مدمرة ومواطنون يسيرون نحو المجهول. محطة تلفزيونية تابعة للانفصاليين نشرت هذه الصور والتي يفترض أنها من إيلوفايسك شرق دونيتسك وتبين كما يزعمون أثر إحدى هجمات الجيش الأوكراني. لكن وكما هو الحال في حروب كثيرة من الصعب التحقق من مصدر الصور وهوية من أطلق النار فعلاً. من جهتها اتهمت الحكومة الأوكرانية الانفصاليين باستهداف الأبرياء أيضاً كالهجوم على قافلة اللاجئين في لوهانسك والذي خلف أكثر من 15 قتيلاً. كانت القافلة تحمل أعلاما بيضاء ولافتات تبين أنه موكب لاجئين مدنيين، ومع ذلك تم قصف مركباته بالصواريخ. مئات المواطنين يحاولون يوميا الفرار من المعارك حول معقل المتمردين لوهانسك، كهذه الصور التي نشرت في محطة محلية مؤيدة للمتمردين. وكان الجيش قد نجح باحتلال أجزاء من المدينة وفقا لتصريح ناطق باسم الحكومة، في نفس الوقت منعت المعارك من انتشال المزيد من جثث الضحايا. لا أحد يعرف حقيقة ما حدث هناك، فالانفصاليون في لوهانسك ينكرون قيامهم بالهجوم، والقيادة في كييف تستغل الحادثة وتناشد الغرب بدعمها عسكريا. الإرهابيون يدمرون البنى التحتية وإمدادات الطاقة، ويفجرون الجسور ويدمرون الشركات. وأنا مقتنع تماما بأن المتمردين والجهات الأجنبية الداعمة لهم هم وحدهم المسؤولون عن ذلك. اتهامات واتهامات مضادة، وفي الوسط مدنيون يعانون، فحتى في مدينة المليون نسمة دونيتسك أصبح الغذاء شحيحا وإمدادات المياه مدمرة.